قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستدراج، أو سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. المنافقون أيها الإخوة داخل المجتمع الإسلامي يشكلون خطراً كبيراً على الإسلام والمسلمين، خصوصاً إذا وصل المنافقون إلى مراكز القيادة، وهم يسعون دائبين على أن يصلوا إلى مراكز القيادة فيتحكمون بالمسلمين، فيستطيعون أن يأخذوا حريتهم في نفاقهم. ولكن إذا وصل بعضهم إلى مراكز القيادة لا يمكن أن يتسلطوا، أي يتسلط المنافقون على المسلمين بشكل كامل، إنما قد تحدث بؤر هنا أو هناك. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم إن الله تبارك وتعالى يكشف المنافقين بالمحن والشدائد، فيصيب المسلمين ابتلاءات فينتفضون، وتظهر الأوضاع للمنافقين فينكشفون. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآيات: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، أي لا يظن الذين استقروا على الكفر في باطنهم وهم يتخذون الباطن تقية يخفون كفرهم في نفوسهم ويظهرون أنهم مؤمنون مسلمون، فهؤلاء صفة المنافقين الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان. لا يظن هؤلاء أن إمهال الله لهم هو خير لأنفسهم. ما معنى إمهال الله لهم؟ أن يطيل أعمالهم ويعيشوا سعداء فيتحكموا بالمال ويتمكنوا من التمتع بالطيبات، فهذا لا يظنونه خيرا لأنفسهم، إنما هو شر لهم، لأن الله يملي لهم ويعطيهم في الدنيا ليزدادوا إثما ثم يكشفهم بالابتلاءات، يكشفهم عاجلا أو آجلا، فيزدادوا إثما ويزداد عذابهم في جهنم، ثم إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. الإمهال مثلا، نعطيكم مثل من التاريخ القديم الذي ذكره القرآن. المتسلط فرعون تسلط وبين له الله الأدلة وأخذهم بالسنين والقحط، وتظاهروا لموسى أنهم سيؤمنون ولم يؤمنوا، ثم أمهلهم الله حتى وصل الأمر بهم أن يتبعوا المؤمنين من بني إسرائيل الذين يريدون أن يتخلصوا من الاستعباد ويتحرروا منه، كما تحاول الشعوب الآن أن تتحرر من استعباد الفراعنة في القرن العشرين. هربوا إلى جهة بلاد الشام
حتى إذا وصلوا إلى البحر أتبعهم فرعون وجنوده. شق الله لموسى وأتباعه البحر، وأصبح البحر فرق فرق، كل فرق كالطود العظيم، وجعل لهم أرض البحر يابسا. مرر الله تبارك وتعالى ريح نشفت وجففت مياه الأرض البحر حتى لا يخوضوا في الطين أو في الرمال. ودخل بنو إسرائيل وخرجوا من الجهة الثانية، فاستدرج فرعون ونزل وراءهم. وهكذا الكافر يظن أنه هو يعني كل شيء، ولا يصدق بأن هناك إله وهناك خالق، فسار وراءهم استدرجه الله حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. رد الله إيمانه، لأنه لا يقبل الإيمان عند الموت. وهكذا الكفار في كل عصر، وخصوصا المنافقون، عندما لا يكشفهم الله أو يطول كشفهم يستدرجهم الله سبحانه وتعالى ثم يميزهم ويبينهم. ولذلك ربنا قال ولهم عذاب مهين في الآخرة، أما في الدنيا فسيكشفهم الله ويزيل تسلطهم عن المؤمنين. ولذلك قال الله تبارك في الآية التالية سبب نزول هذه الآية، قال السدي كان قالوا إن كان محمد صادقا فليخبرنا عمن يؤمن من به منا ومن يكفر به. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن سيبين الله ظلم هؤلاء المنافقين ويكشفهم. هؤلاء المنافقون أيها الإخوة إما أن يكونوا أفرادا وإما أن يكونوا مجموعات، وإما أن يصل بعضهم إلى مراكز القيادة فيصبح رئيس منطقة في البلاد الإسلامية، أو يصبح ملكا، أو يصبح أميرا، أو زعيما، أو إلى آخره. وبعض الزعماء والأمراء مستقيمون على أمر الله تبارك وتعالى، ولكن نحن نتحدث عن المنافقين الذين تكشفهم الآيات، وستلاحظون بدقة كيف يكشفهم الله سبحانه وتعالى. أولا صفات العام المنافق التي بيّنها الله تبارك وتعالى، صفات المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد، وإذا خاصم فجر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. الموجود في هذه الصفات فهو منافق خالص إلى جهنم وبئس المصير. والموجود في صفة من هذه الصفات، موجود في صفة من صفات النفاق حتى يدعها ويتوب إلى الله تبارك وتعالى منها. فبالنسبة لبعض الذين يتولون شؤون المسلمين ووصلوا إلى مركز القيادة، تراهم يكذبون، يكذبون كذبا سبحان الله، كيف يصدقون أنفسهم وكيف يظنون بالناس البلاهة والسخف حتى يصدقونهم. فمثلا في سوريا يقتلوننا ويقول إرهابيين قتلوهم. كيف الإرهابيين عندهم طائرات يقتلوننا في الطائرات؟ ما هذا الكذب؟ هذا لا يصدر إلا من منافق، لأن النفاق في آخر الزمان عندما يكثر قليلا يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤمن الخائن ويخول الأمين. اللي سلم الجولان سموه الأمين، والذي يكذب ويفتري يعمل انقلاب على الشرعية ثم يكذبون. الناس في الصلاة يطلق عليهم الرصاص ويقولون أن هؤلاء الذين تجمعوا يعني المصلين يطلقون الرصاص على الجيش. من يصدق هذا الكذب؟ الصور تريك أنهم يصلون والرصاص يطلق، كذب لا مثيل له. يريدون أن يعني يتخلصوا من فلان، فلان الطيب الطاهر عنده سلاح، جيبوا سلاح وبصوروا بيأخذوه وحطوه بسجنوه إلى آخره. هذا الكذب لا يصدر إلا عن المنافقين الكافرين. ولذلك عندما يبين الإسلام والقرآن وضعهم ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم صفات المنافقين، ما يذم غيرهم يقولوا قالوا عنا تكفيريين، لا، القرآن يكفرهم والسنة تبين كفرهم.
والواقع سيظهرهم. يقول الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي ما كان الله ليدع ويترك المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المنافق بالمؤمن الصحيح، حتى يفصل ويميز، حتى يميز الخبيث من الطيب. من هو الخبيث؟ المنافق. من هو الطيب؟ المؤمن المخلص لله تبارك وتعالى. كيف يظهر ذلك؟ كيف يميز الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب، المنافق من المؤمن؟ بالابتلاءات والشدائد. وردت أحاديث تصدق ذلك وتوضح هذه الآيات، بيّنت أن الشدائد والابتلاءات محك يظهر فيها الصادق من الكاذب، يظهر فيها المخلص من المنافق، فينكشف المؤمن الصادق ويظهر المنافق الذي ظاهره الإيمان أو الاستسلام لله وباطنه الكفر، باطنه ينساق ويقوده اليهود بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. أقصد بشكل غير مباشر عن طريق دولة من الدول الأخرى مثل أمريكا مثلا، المتصهينة الذين قال الله عنهم: لا هم منكم ولا منهم، يعني ليسوا يهود ولكن يسيرون في مخطط اليهود ويدافعون عن اليهود ويقتلون المسلمين من أجل اليهود أو يساعدون على قتل المسلمين من أجل اليهود. هؤلاء والعياذ بالله تعالى ولاء المنافقين لهم، يعني يطيعونهم. فعندما تكون شرعية انتخابات واختيار طلق عامة الشعب بإخلاص وبحاوية وبرغبة وعرفوا أنه سيكون لك اختيار صحيح، انطلقوا واختاروا. فعندما اختاروا مجلسا ليصرف أمورهم ويحكمهم، وإذا بهم يقولون: دستورية ملغى. هذا ما هو الدستور؟ الدستور أليس الذي يضعه الشعب؟ أليس الشعب بأجمعه نزل الاختيار فاختار هؤلاء المجموعة أو تلك المجموعة؟ أي دستورية بعد هذا؟ الدستور الشعب والنظام الشعب والاختيار يكون من الشعب، ألغي. بعد ذلك تحدث انتخابات رئاسية ويفوز فيها أحد، ويضع العلمانيون أي اللادينيون الكفر الفجرة مع أزنابهم من أعباد الشهوات، من أصحاب الشهوات والأموال، يغرونهم بالمال لينتخبوا فلانا من العهود القديمة التي تعيد التسلط والظلم، فيخسرون ويفشلون. ينجح واحد من الناس من الشعب، ولكنه لأنه مسلم أيا كان نوع إسلامه، طالما أنه مسلم لا يريدونه. فيأتي العملاء الذين يعرفهم الناس، الذي يشتغل في مهمة معينة ولا يعين في هذه المهمة إلا أن يكون والعياذ بالله تعالى ممن تربى تربية معينة لينفذ أغراض معينة، والآخر والآخر يتفقون كلهم ضد الإسلام، والإسلام ملة والكفر ملة واحدة. ولكن الكشف أيضا الذي كشف في هذه المعمعة لمن؟ أيوة، ليس فقط الذين يقتلوننا بأسلحتنا في سوريا انكشفوا، لا، هذول المكشوفين من أول الأمر. من حمل علينا السلاح فليس منا، خصوصا عندما يقتل بالمسلمين السنة قتلا جماعيا لا يستثني طفل ولا امرأة. إلى الآن يقتل الأطفال والنساء والعياذ بالله تعالى، إلى الآن. البارحة كانت في مذبحة في البيضة، هذا لا يفعله مسلم أبدا. ارجعوا إلى نصوص القرآن ونصوص السنة، المسلمون لا يفعلون هذا، الكفار فقط يفعلون هذا. إن شاءوا أن يتألموا لأن الناس تقول عنهم كفار، وإن شاءوا لينطحوا رأسهم بالحيط، بل هم أفجر من الكفار، لأن اليهود لو تسلطوا علينا والله ما يفعلون مثل هذه الأفعال، ولكنهم أذناب أذناب اليهود فيفعلون أكثر من هذا، نسأل الله العافية. الذين كشفوا في هذه الآونة الأخيرة أيها الإخوة هم من ساعدوا هؤلاء الانقلابيين على الشرعية بسرعة وبشكل مفاجئ،
ترى بعض دول الخليج، أقول بعض وليس الكل، تقدم لهم 12 مليار دولار، 12 مليار دولار. لماذا؟ لأنه ضربوا الشرعية حتى يؤازرونهم. بينما نحن في سوريا، الذين تزعم بعض دول الخليج أنها تتألم علينا وأنه ينبغي أن يسلحوننا و إلى آخره ويساعدوننا، من جمع مالا ليساعد الضعفاء الفقراء الجياع تقبض عليه دولهم وتحاكمه وتزجه في السجن. هذه المساعدات، أليس هذا كذب؟ أليس الله تبارك وتعالى بهذه المحن يكشفهم فينكشفوا لشعوبهم؟ يا ويلهم إذا ثارت عليهم شعوبهم ولكنهم يستدرجون ولا يدرون. الله يستدرجهم ويمكن لهم ويتركهم يعيشون ويتمتعون، ولكن إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. نقول فليحسبوا حسابا للمسؤولية بين يدي الله. هم لا يؤمنون بالآخرة، لو كانوا يؤمنون بالآخرة ما كان هذا تصرفهم. عندما تمنعهم أمريكا من أن يساعدون السوريين ليتحرروا من الظالم الطاغية ليحقنوا دماءهم، نعم لازم نساعدهم ولا يساعدون بشيء. وحتى الآن بأخبارهم هم ستجتمع دول الخليج لتساعد سوريا ب 11 مليون 11 مليون دولار. أما الانقلاب في دولة أخرى على الشرعية رأسا مباشرة أمرهم أسيادهم، فدفعوا 12 مليار دولار ووضعوا قسما مباشرة في البنك المركزي لمصر من أجل أن يستطيع أن يتغلب على الوضع الذي هو فيه. معنى ذلك أنهم هم حدثوا الانقلاب على الشرعية، والحكم الإسلامي أنما اختاره الناس وبايعوه وأقسم اليمين لا يجوز الخروج عليه، فمن خرج عليه يقتل. فهم يساعدون على الخروج عليه ويكذبون وإلى آخره. ألم يظهرهم الله ويكشفهم؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الذي يزعم أنه يريد كتاب الله وسنة رسول الله، أين كتاب الله وسنة رسول الله يا أعداء الله؟ الذين نفذتم أوامر أعداء الله، أذناب اليهود ليس اليهود مباشرة، وتنفقون هذه الأموال، هذه الأموال التي تخرج من البترول خمسها للعالم الإسلامي، هكذا الحكم الشرعي. ارجعوا إلى الكتاب والسنة، كتاب الله سنة رسول الله بالكلام، خمسها لفقراء المسلمين في الأرض، المسلمين كلهم، والأربع أخماس واضح توزيعها في الإسلام. فإذا بهم، إذا كان صارت جائحة في أمريكا أو في كذا أو في كذا من دول النصارى يعطون بالمليارات، وعندنا نذبح ذبح النعاج ولا يعطوننا شيء، نبل ريق الجائعين أو نشتري به سلاحا ندافع به عن أنفسنا لحماية دمائنا ودماء أبنائنا وأطفالنا ونسائنا، لا يعطون إلا القليل، على عينيك يا تاجر. والله لو تركوا المجال لشعوبهم لدفعت لنا في سوريا المليارات، مو الملايين، لا الملايين، المليارات، ولكنهم يتهمونهم بالإرهاب. المسلم إذا دافع عن نفسه إرهابي، وإذا سكت جبان. ألا يظهر كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى نفاق هؤلاء المنافقين؟ ولذلك ربنا تبارك وتعالى يبين لنا أوضاع هؤلاء المنافقين، وأن المسلمين عليهم أن يصبروا ويثبتوا، فإذا أصابهم الأذى والشدائد والقتل يصبرون. لله تبارك وتعالى حكمة، لتبلون في أموالكم وأنفسكم
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود ومن الذين أشركوا أذناب اليهود ممن يزعم أنهم من المسلمين، فقد أشركوا مع الله طاعة غير الله. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يأمرنا الله بالصبر لأنه بهذه الفتن يكشف هؤلاء الأعداء حتى ولو لم نستطع الآن أن نتخلص منهم، ولكن نأخذ حذرنا ونعرف أنهم لن ينفعونا، لا ينفعنا إلا الله تبارك وتعالى والمؤمنون، هؤلاء الذين يكون لهم الولاء والتبعية والنصرة. أما غيرهم من الكفار الظاهرين أو من المنافقين المستورين يكشف الله المنافقين لنعلم أنه لا خير فيهم. ولكن لماذا لا يطلعنا الله على المنافقين؟ هذه سنة الله في الأرض، حيث يقول الله في تتمة الآية: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي ليس من شأنه سبحانه وتعالى أن يطلعكم على الغيب فيقول لكم هذا فلان منافق وهذه المجموعة منافقة، لا، ولكن وضع علامات وصفات حتى تنتبهوا وتفكروا وتعرفوا كيف تسيرون. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يختار من رسله من يشاء فيطلعه على الغيب، وقد أطلع ربنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على أشخاص بعض المنافقين وأسمائهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع عليهم أمناء سره مثل حذيفة بن اليمان، فكان يأتيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول له: يا حذيفة، أنت أطلعك الرسول صلى الله عليه وسلم على المنافقين، أتعلم أنني من المنافقين؟ فيقول له: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبكي عمر خائف على نفسه ليكون من المنافقين، والذي يذبحنا ذبح النعاج ويطلق علينا القذائف من فوق من السماء من الطائرات والمدافع ولم يبق سلاح أبدا حتى الصواريخ العابرة للقارات إلا وضربنا بها، يزعل إذا قالوا له كفار. لا والله ما هو كفار، خنزير هذا، ما هو كافر، أنجس من الكافر. ولينتظر ماذا يحل به عند الله، إن كان لا يؤمن فسيرى بعينه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، سينزل في المقبرة ولا ما ينزل؟ سينزل، وسيرى الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله. إن كنتم تعتقدون بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق، وأن الله تبارك وتعالى لن يطلع الغيب إلا على من ارتضى من رسله، فآمنوا بالله ورسله، آمنوا إيمانا حقيقيا صحيحا. لأن بعض المنافقين يقول لك: أنا مؤمن يا أخي. وبعض المنافقين يقول: أنا والنصارى واليهود كلنا مؤمنين، نؤمن بالله. إيه، كل الكفار بآمنوا بالله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. ليس هذا الإيمان، الإيمان أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى له الطاعة وحده وله الانقياد، هذا الإيمان الصحيح. وتطيعه بماذا؟ بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، فالإيمان به وبرسوله وبما أنزل على رسوله من القرآن، وتطيع الله فيما أنزل، هذا هو الإيمان الصحيح. فآمنوا بالله ورسوله، وإن تؤمنوا أي الإيمان الصحيح، وتتقوا الله أي تجتنبوا معاصي الله وتأتمروا بأمر الله، فلكم أجر عظيم. إذا اتقوا الله في أعمالكم الظاهرة وتتقوا الله في أعمالكم الباطنة في قلوبكم، تخلصون لله في أعمالكم، لا تكونوا ظاهركم مع المسلمين وباطنكم مع أعداء الدين، ثم تزعمون أنكم مسلمون، فلكم بهذا الإيمان وهذه التقوى أجر عظيم عند الله في عاجل أمركم وفي آجله. في الدنيا يمكن الله لكم، وفي الآخرة يعطيكم الله الأجر الجزير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.